اصحاب الدراجات هذول احنا كيف فيها معوقين، يعني بكل العالم المعوق اللي هو اولويه اللي هو تقديره، احنا هنا عندنا اكو هويات عند المعوق، هاي المفروض بها استثناء بدراجاتهم هاي التعبان يروحون يجون بيها. اقدر حق عليهم كلهم مرضى وتعبانين، لا يقدر يفتر شباك ولا يقدر عنده فلوس ينطي يروح يسوي له معامله، يعني ذلك اكثريتهم تعبانين. يعني هسه الحكومه لغت الماطور مال المعوق، بيش يروح بيش يجي، حكم عليه يعني يظل ببيته وهو صاحب عائله، ما يصير. احنا نطالب من الاخ السيد رئيس الوزراء والاخ السيد وزير الداخليه والمحافظ وكل من يهم الامر، فيسووا لهم استثناء المعوقين يروحون ويجون ماطوراتهم، هذول ما مأذي كل احد، يعني ناس تعبانه دحق عليهم دحق عليهم، بس هذول كم واحد خطيه على الناس عتروح وتجي على على شغلها على عملها، كل واحد عنده عائله، كل واحد تعبان ما عنده ماده يجيب قوة المصرف البيت واللي قاعد ايجار، دحق على ماطوراته كل ما تتجاوزها 100,000 دينار يروح يسوي له يسجلوا ب 300، هم الله ما يقبلها. احنا نريد من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخليه المحترمين سيد المحافظ ينطوهم امر يمشون اعفاء هم ذول المعوقين وخلف الله عليهم، احنا كل شيء ما نريد، بارك الله بهم. احنا مشكلتنا بس نطالب يسمحوا لنا بقياده المطارات، هذا اللي نريده بس. احنا ناس معوقين وما هذه نريد بس يسمحوا لنا باقي قيادات مطاراتنا. لان اكو معوقين يسوق من هذا ابو التايتين، ما بس المعوق يسوق من هذا. فيحمل هوية معوقين، اللي يحمل هوية معوقين يساعدوني يخلوني يروح يجي مرتاح، وهذا كله اللي نريده. احنا اللي ما مرقم ممنوع، اي هذا الدولة اللي رقمت، اللي ما مرقم ممنوع، فاحنا ما باستطاعتنا نرقم المطارات، وما بينا حين نمشي احنا وضعيتنا، فاحنا نطالب احنا المعوقين بس يخلونا نروح نجي بيه ويسمحوا لنا وهذا هو، بس كل من حامل هوية معوق يمشي بيه وهذا هو. انا اشهد الاخ معاني وزير الداخلية، رئيس الوزراء، يدحقون علينا احنا المعوقين، شريحة المعوقين على مود هاي شغلة المطارات وخلف الله عليهم نستثنونا. والله ما يسمحوا لنا الشرطة نتحاول بالمطارات نمشي، وممنوع يقولوا لنا وتسجل رقم، والرقم 300 وقصور، ونحن على الشبابيك ما نقدر نقف، على الشبابيك مال المرور عاجز كلي عندي ومرتي شهيدة، ايش نشتغل؟ نطيق نشتغل؟ والله يا بعض المعطش شينا من لغض، يعني معوقين ما عدنا امكانية، واحد والله يروح شي سيارة ويروح بسيارة ويجيب سيارة، عرباين ما عدنا، غير هذا المعطش شينا من لغض. والله نطالب يسوي لنا كتاب بما المعوقين استثناء، والما عنده منين وبيت ايجار يا اخويا. والله احنا يا اخي نريد لنا رقم مال الماطور لا اكثر ولا اقل، ما ندق ارقام، اذا ندق ارقام والله ما عدنا ندق ارقام، نطالب رقم للماطور لا يعني لا اكثر ولا اقل. والله ما اشتغل انا عاجز، مجرد بس وسيلة نقل تنقلني لا أكثر ولا أقل.